حنان عبد الحميد علي. دوغام عبد اللازق. اخوات محمد مبروك. بداية من 2016 احنا يمكن لو عدينا المحافظات اللي زرناها كان الهدف الرئيسي ان احنا نعرف اهالي المحافظة او ابنائنا من المحافظات والطلبة الجامعات في كل المحافظات المختلفة بايه هي القوى العاملة وايه هو الدور اللي بتقوم بيه، وفي نفس الوقت بنحاول بقدر الامكان ان احنا ننهض ببعض المجالات التي تهم ابنائنا من المحافظات الدهية. ميرفت السيد عبد الخالق. تحية السيد عبد الخالق. الحقيقة النهاردة بتشريف معالي الوزير يمكن كان أول حاجة طلبتها من معالي الوزير أن مديرية القوى العاملة في محافظة كفر الشيخ تعطي للمحافظة أسبوعيا تقرير بجميع فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص سواء كان في محافظة كفر الشيخ أو في المحافظات المجاورة اللي بتوفر أماكن إقامة. والحقيقة تم الاتفاق على ده من أول دقيقة في لقاء معالي الوزير، وتم توجيه أوامر معالي الوزير السيد مدير مديرية القوى العاملة بإمداد المحافظة بكل فرص العمل المتاحة. وكمان الحقيقة هيبقى في رابط موجود على صفحة المحافظة بكل التفاصيل الخاصة بفرص العمل على مستوى الجمهورية.